البالتو في مسلسل بيتعرض اليومين دول اسمه بالتو، انا مش شفتوش الحقيقه يعني، لكنه عامل تفاعل كبير جدا ومحقق نسبه مشاهدات عاليه جدا بسبب انه بيتناول مواقف حياتيه لطبيب لسه متخرج جديد في وحده صحيه باحدى قرى القرى في الريف. والفيلم او المسلسل ده البوستر بتاعه بالتو، وعن رواية بالتو فانيلا وتاب أعمال كذا واتشت والحاجات دي. بالتو بيكلموا عنه كويس جدا حقيقة، ونسبة مشاهدته قوية. المسلسل فتح جراح الأطباء ومآسيهم في العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية والصعوبات اللي هم بيواجهوها خلال عملهم بسبب ضعف الإمكانيات والإهمال في كل المؤسسات الصحية والحكومية. شارك الأطباء الحقيقة بفيض من المواقف اللي وصلت أو وصلت بعضهم لهدم الوحدة الصحية على دماغهم، على دماغ الدكتور يعني، هو وهو جواها زي ما حكى الدكتور شادي في البوست ده. بيقول شادي أو دكتور شادي يعني، على سيرة مسلسل بالتو اللي حبيته مبارح، اللي جبته مبارح، اللي جيته واللي حبيته مبارح، مرة وأنا لسه في أول أيامي في الوحدة الصحية صحيت على خبط وتكسير في السقف، ثم بدأت أجزاء من السقف تقع، طلع إن في قرار بهدم الوحدة وإعادة بنائها، ومحدش قال لي، وشغالين هدم فوق دماغي عادي خالص. طيب بس في ناس شافت ان مسلسل بالتو لا يعبر عن الواقع اصلا، زي اللي كتبه الدكتور اسلام فكتب البوست ده. كتب بيقول الناس اللي قاعده تقول مسلسل بالتو بيحكي القصه الحقيقيه لطبيب التكليف بطلوا كدب بقى. انا في حياتي ما شفتش واحده صحيه نظيفه زي اللي جايبينها في التصوير دي. امال لو شافوا الست اللي جايبه ابنها وتقول لي الواد قرص وعقرب اديله المصل يا دكتور عشان انا هروح مشواري، ولا كأنها بتقول اديله كيس شيبسي مثلا، او زميلنا اللي اشتكى ان في تعابين في الوحده قال له اقفل الشباك قبل المغرب وحط شيح على الباب. ده اللي كتبه. ورغم ان المسلسل حقق شهره كبيره جدا ونجاح جامد قوي، لكن كان في اعتراضات كتيره من جانب بعض المتابعين او متابعين كتيره اللي اتهموا المسلسل بانه بيسيء الى مهنه الطب والى مهنه التمريض، وبعضهم قال انه ده تمهيد للخصخصة زي ما كتب خالد او حساب باسم خالد. خالد البنا قال خصخصة وزارة الصحة الموجودة في مسلسل بالتو غير المكتوب في مذكرات الدكتور احمد عاطف، والمسلسل بيروج لخرافات لم يكتبها مؤلفها اصلا، والمسلسل بيسيء لمهنة طب الاسنان او طبيب الاسنان والممرضات ومهنة الطب بصفة عامة. لو الدولة تريد وتمهد لخصخصة الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية فممكن أنها تخصخصها بدون الإساءة للمهنة التي تعمل فيها أو للمهن التي تعمل فيها. لكن الأطباء نفسهم ردوا على الناس المعترضة على المسلسل وعلى الأحداث اللي فيه، ومنهم الدكتور محمد رأفت اللي كتب وقال الناس اللي بتعترض على مسلسل بالتو سواء دكاترة أو تمريض ناس أوفر ومحدش ساذج غيرهم. بصراحة قال لك إساءة الأطقم الطبية، هي دي قلب الحقيقة، بس غالبا دول خايفين حقيقتهم تتكشف. أنا ما فهمتش يا محمد أنت عايز تقول إيه. الدكتورة صفاء قالت إن المخرج مكرمنا كده، تعالوا شوفوا المستشفى بتاعتنا شكلها عامل إزاي. ده اللي قالته دكتور صفاء. صفاء قالت الناس اللي بجد معترضة على مسلسل بالتو وشكل الدكاترة والتمريض والصيادلة والوحدة، اقسم بالله لو جم شافوا المستشفى عندنا هيعرفوا ان المخرج موجب مع الواقع ومكارمه. المشاهد الكوميدية في المسلسل حقيقة صفحات كتيرة عملت منها كوميكس او عملت عليها كوميكس، هنعرض لكم بعض منها زي الكوميكس ده. خير يا حاجة مالك جاية تابع الحمل والمصحف، يعني هما شافوا كده. الولد اللي عنده أسبوعين ده أكلتيه فول، ده عنده أسبوعين يعني، بس هما بيتريقوا على المسلسل كده يعني لأنه الولد ضخم قوي.
استأذنك عشان اروح احلق. عايزين اذن انصراف ليه؟ اوت اوف مود، محتاج امشي عشان مدير عايزني في الشغل. يعني انا مش بفهم قوي في القصة، يعني اجي لك بكرة ابقى لو ما خفتش بكرة ايه انت عندك نقرس، ده بياخد فترة في العلاج، ما انا هاجي لك على العصر كده. تعال على المغربية كل واحدة ولعت وخلصنا. هي التمشية، والتمشية في الحمام عندي عندكم عادة في البلد؟ تمشية فلاحين، في الفلاحين يا دكتور يعني اسهال. نهار اسود، ده انا قلت ان انا وبابا بنتمشى في الصالة. ده هو فرق الثقافات بقى. الكلام ده عندكم في الساحل، انتوا بتهزروا صح؟ الساحل احنا ما فيش مطاف تدخل عندنا، حريجتنا احنا اولى بيها واحنا اللي نطفيها. سلو بلدنا كده، اي بيت تقوم في حريجه اهل البيت هم اللي يطفوها، لو حد اتدخل تبقى وصمه عار في تاريخ الاسره. انا عمري ما سمعت عن الكلام ده في اي حته. ده جزء من الكوميكس، لكن يبدو ان الكوميديا في الواقع اكبر بكتير، زي ما كتب الطبيب عصام فيصل اهو، كتب بيقول للناس المستغربه احداث مسلسل بالطو، جالي جواب تعيين في وحده القلعه 2 وعرفت انها في مجاهل منطقه عشوائيه اسمها ابو سليمان. مش ابو سليمان دي في اسكندريه علي؟ ودي منطقة عشوائية؟ أبو سليمان دي منطقة عشوائية؟ أمال أنت بتضحك عليا علي ومفهمني إن دي زي كفر عبده كده؟ بتضحكوا عليا ولا إيه؟ وعشان ما رحناش اسكندرية قبل كده؟ وعشان أروح أركب مشروع ثم معدية عشان تعدي الترعة ثم توك توك، أول يوم رحت لقيت مبنى بيتبني، دخلت لقيت ناس متجمعين حوالين مكتب بيفطروا، عرفت منهم إن ده المكان وإنهم السادة الزملاء وإن المكان مش شغال، بس عشان المنظر والتفتيش لازم يمضوا حضور وانصراف ويقعدوا في هذا اللا شيء لحد ميعاد الانصراف. طب يا عصام انت جالك في مسلمان. الدكتور مهاب حكى تفاصيل مؤلمه لعمله في الوحدات الصحيه وكم الاهمال وعدم النظافه الموجود فيها وفي سكن الاطباء. خلينا نشوف كده كتب ايه الدكتور. قال لك المستشفى، المستشفى اللي استلمت فيها تكليفي كان السكن بتاعنا عبارة عن ملة سرير من غير مرتبة. والله كنت بفرش الجاكيت أو الجاكيت ونام على الخشب، ومروحة الحيطة مكسورة، وتواليت السكن مليان لحد نصه براز ونص التاني الدبان بتاعه، وذلك لأن المية مقطوعة عن المستشفى بقالها سنة ونص، وكنا بنغسل جروح العيانين في طشت غسيل بخرطوم الجنينة، وبشتري ازازه ميه معدنيه في الكشف قابل بيها ايدي بعد ما اكشف على عيان مصاب بجرح معدي، لان مفيش ميه في حنفيات المستشفى. ده سنه سوخه دي فهو لسه فيه كمان. كنت منظف كرسي الدكتور البلاستيك منديل ورق في بدايه كل كشف كمحاوله لاسقاط اقوام التراب من عليه. مدرك طبعا ان صناع المسلسل مجبرين انهم يعملوا كده، فبغض النظر عن الاسباب السياسيه والقانونيه محدش هيحب يتفرج على البؤس الحقيقي لما يتعرض. الدكتور ده نشر الصور دي، نشوف كده ده اللي نشره، ده الطشت اللي كنا بنغسل فيه. يا عمي اسرع يا علي. تخيل دي مستشفى يا جدعان، اخر واحده ايه يا عم؟ انت لو رحت مستشفى الفشل المركزي، انا خليني اقول لك حاجه يا علي، انا مره رحت ازور واحد بيعمل عمليه في مستشفى الفشل المركزي، فالمفروض ان احنا نزوره وهو نايم على السرير عامل عمليه. اقسم بالله يا علي انا ما هبالغ في اللي انا بقول لك ده، فانا قعدت لقيت السرير اللي جنبه راجل بيقوم ويترمي تاني، يقوم وعينيه عامله كده ويقوم ويترمي تاني يقوم، فانا اترعبت ومش عارف اروح فين، والراجل بيطلع صوت كده يعني. فجت الممرضه، يعني الراجل ده تعبان، قالت لها ده بيطلع في الروح خلاص، ده جاي من حادثه. انا لن انسى هذا الموقف طول عمري. جاي من حادثه يعني ايه؟ يعني خلاص يعني وقع من الكشف؟ قالت لا ده بيطلع في الروح. المهم انا تاني يوم ما لقيتش الراجل فعلا، فسالت المريض بقول له الراجل اللي كان هنا تعب ده، قال لي ده مات على الفجر كده.
عادي يا جدعان ده في بني ادم مات. على اي حال نرجع لبالطو، مسلسل واقعي جدا وحقيقي جدا، وبيحكي المسخره اللي عاشتها الاطباء واللي عاشناها الاطباء في ظل نظام صحي في مصر متهالك، وده اللي بيخلي الهجره هدف لكل الاطباء دلوقتي. ده اللي كتبه الطبيب احمد منصور، وكتب بيقول بالطو حقيقي، او مسلسل بالطو يعني. مسلسل بالطو حقيقي جدا وواقعي واستفزني جدا، مقدمته اللي بتقول هذا العمل لا يمت الواقع بالصله، لان للاسف ده اوقع حاجه شفتها عن المنظومه الصحيه المصريه من سنين، ومفيش عمل جد اظهر المسخره اللي عايشينها الاطباء في ظل النظام الصحي المصري زي ده، بالرغم انه كوميدي. اسال اي دكتور عن تكليفه هيحكي لك العجب العجاب، المسلسل مجرد قطره في مستنقع عفن. ومن النظام الحكومي البيروقراطي المتعسف ضد الأطباء في أقل حقوقهم وضعف تمويل المنظومة الصحية، الواقع الحقيقي أسوأ بكتير، واقع مخلي الهجرة هدف كل الأطباء أو الهدف الأسمى في مصر. فعلا أكبر حلم دلوقتي بيحلم به الأطباء في مصر أنهم يهاجروا يسيبوا البلد بسبب قلة الرواتب وضعف الإمكانيات، وديك شايف حال المستشفيات، آدي الجراف ده أسباب هروب الأطباء. 60% من أطباء مصر خارج البلاد، 11 طبيب بيستقيلوا بالمتوسط يوميا، 4000 طبيب سنويا، 40% فقط يعملون داخل مصر، 9000 عدد الخريجين الأطباء في مصر سنويا. وهو واحد من عدد الأطباء زي ما بقول لكم اهو، يعني بيحكي تجربته وازاي هج وساب البلد كلها وعايش في بريطانيا. في واحد مصري هناك، خلينا نسمع كده حكايته. او الراجل ده كل ما يفتكر المآسي اللي حصلته في مصر يخاف. ده اللي كتبه الدكتور احمد، بيقول انا مسلسل بالطو، انا قد ما مسلسل بالطو بيضحكني بس في مشاهد بتقبض قلبي لانها بتفكرني بتكليفي في سينا. تخيل اسيب التكليف والوزاره البلد كلها، وبقالي فتره بشتغل وعايش في يوكي، ولسه كل ما بفتكر الايام دي بخاف. وزيه برضه الدكتور هشام اللي كان قرره بترك العمل في المستشفيات الحكوميه افضل قرار خده في حياته، هو اللي كتب يعني على قد ما مسلسل بالطو، هو هيقول اهو على قد ما مسلسل بالطو مضحك على قد ما بعصبني، لانه فكرني باوسخ اسبوع قضيته في حياتي في وحده صحيه في جهينه، وكان لازم انزل كل يوم ولو ما نزلتش تطب عليا، مع ان المدير لحد ما قررت اتقطع عن العمل وارمي الوحده والحكومه كلها في الزباله، وكان قرار موفق الحقيقة. في النهاية مسلسل بالطو شبه فيلم عسل اسود بتفاصيله، واللي تخلي اهل الطبيب يعيطوا عليه مش يفرحوا انه بقى دكتور، زي ما كتب الطبيب محمد جزر اللي كتب قال مسلسل بالطو ده شبه فيلم عسل اسود كوميدي، لكن لو ركزت في تفاصيله هتكتشف مدى السواد اللي فيه والجهل بتاع الناس والظلم والروتين المتكلف الموجود. فرحة أهل الواد أنه هتخرج وبقى دكتور، وهو عارف أنه وضعه يخلي أهله يعيطوا عليه مش يفرحوا. في النهاية حضرات تحية لصناع المسلسل، وعايز أقول حاجة قبل نخرج ونقابل الدكتور مصطفى شاهين، عايز أقول لك حاجة واحدة بس، من أشطر الدكاترة في العالم والله ما ببالغ، ولسه كان ليا صديق ليبي بحكي له القصة دي، أشطر دكاترة على مستوى العالم وأزكى هو الدكتور المصري، وأنا بقول دي بخبرة بقى مع الأتراك ومع جنسيات تانية بعد ما سيبنا تركيا. الطبيب المصري رائع رائع بجد فعلا، لدرجة إن أنا بقول لحد من جنسية عربية كده قال لي وكمان مع العراقي، الدكتور العراقي دكتور فز، أنا بقول ده بحياة شديد. فتحية للأطباء